مساء الخير، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. 9:15 على قناة 9، الموعد القار مساء كل جمعة مع عندي ما نقلك. طبعا للمشاركة في برنامج عندي ما نقلك الاتصال على الرقم 28 835 3 أصفار. أعيد رقم التليفون 28 835 3 أصفار، أو الاتصال مباشرة في مقر القناة 26 نهج المعمل الشرقية 2. مشاهدة طيبة للجميع. نمشي مباشرة. ريهام، مساء الخير. ريهام، مرحبا بك. عبد الرزاق، أهلا وسهلا. ريهام، عدد جديد من عندي ما نقلك. أي ضيوفنا حاضرين. أكيد ما نجم يكونوا كان حاضرين معايا. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق ليك وليا وللسادة المشاهدين. مشاهدة طيبة مرة أخرى للجميع. الليلة في عندي ما نقلك باش نتفرجوا في زوز حكايات، باش نتبعوا حكاية ضاوية اللي فقدت البصر في عمر صغير لكنها عوضت إعاقتها وتغلبت عليها. أنا صعدت الماء بهتة في روحي، نحط المراية بالرسمي قدام وجهي ونبقى نشوف، ولعل أنا نشوف، الحمد لله ما نشوفش أما ربي معناها. والبداية باش تكون مع حكاية حنان اللي تعرضت لعملية اغتصاب متكررة من أقرب الناس لها ودخلت للسجن بتهم كيدية. خشيت للحبس وقتها. حبس؟ اي خشيت للحبس يا عبد الرزاق. دخلت الحبس زادة حنان؟ الحبس يا عبد الرزاق. اهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نحب انتباه شديد، نحبكم تنتبهوا مليح لقصة حنان. البنية هذه أو المرأة هذه باش نحكيو على معاناة كبيرة مثيرة، باش نحكيو على مرأة تعرضت لبرشا حاجات خايبة برشا في المجتمع. يلا نستقبلوا مع بعضنا حنان في عندي ما نقلك. أهلا بيك حنان، أهلا، تفضل تفضل. يلا حنان، اهلا بيك. بيك يعشك. قدم لي روحك. انا حنان من القصرين. قداش عمرك يا حنان؟ 32 سنة. 32. يلا خلينا نتعرفوا على قصتك في سطور ونرجعوا في هذا التقرير، تفضل. معاناة حنان في الحياة بدات ملي هي صغيرة. فقدت والدتها وتخلى عليها والدها وخلاوها تعيش عند عائلة أمها. وفي عمر 14 سنة تعرضت حنان لعملية اغتصاب من خالها، حادثة خلفت لها صدمة كبيرة وخلتها تتزوج أول شخص يتقدم لها، لكن زواجها الأول كان فاشل وانتهى بالطلاق ووفاة ولدها الوحيد. وبعد فترة عرست حنان مرة أخرى وطلقت بعد ما شوهولها سمعتها. رجعت حنان مرة أخرى لعائلتها، لكن القدر كان مخبيلها مفاجأة أخرى. خالها الثاني كان ينوم فيها ويغتصبها، وحتى كي تفطنت للعملية شكيت وضاحقها. والليلة جات حنان اللي عندي ما نقلك بعد ما تعبت وعانيت في حياتها، ولات تعيش في الشارع تلوج على حد يعاونها ويعوض لها السنين اللي ضاعت من عمرها. شفنا التقرير هذا. حنان قلت لي جيتنا، كمل جملتك. أنا جيت لهنا فرحانة برشا. أي فرحانة برشا؟ برشا. حكايتي تسمح الناس الكل. تربيت مظلومة، تربيت يتيمة، ما ريتش الحنان في حتى حد. نجم نقولوا حنان محرومة من الحنان، محرومة من كل شيء. يلا كيفاش بدات قصتك حنان؟ يلا قصتي أول ما بدات. قصتي أنا صغيرة متربية عند جدتي أم أمي. أمي خلتني بنت عام، توفات أمي خلتني عند جدتي. جدتي هذه ضريرة من عينها، عندها خواتها يسكنون هنا في تونس. أي حنت على أحباب ربي، حبوا معناها يركبوا لها عدسة لعينها. أي جيت لهنا خلتني بحذا خالي. خالي منها خالي ومنها أخويا في نفس الوقت. خالك يعني أخوك يعني أقرب الناس ليك. هي مرضعتني، تغصبني، تعدى عليا. شنية؟ سي عبد الرزاق. خالك اغتصبك؟ كيفاش خالك اغتصبك؟ خالي خو أمي. خالك سيبته خالك خالي سي عبد الرزاق خالك اغتصب بنت اخته اغتصب حنان اغتصبني خالي. ليه؟ لا ما نصدقش. سي عبد الرزاق جدتي مرأة كبيرة تو عمرها 94 سنة تحب معناتها شد باش حد حق قبل وفاتها. قداش عمرك وقت اغتصبك؟ 14 سنة سي عبد الرزاق. يو رسول الله 14 سنة 14 بعد تي 14 سنة بنية صغيرة سي عبد الرزاق ما تعرف شيء من الدنيا. ما تعرف شيء. مشى هو معناها من داره جاب حذايا جاب لي عشايا جدتي عندها هويشات دخلت له هويشات جد تنحي في العبنة قبل وفي العناف في البرانيس جاب بدا يلعب عليا عندنا العيون بتاع زدادي ربط لي رجلي ويديا التالي انا ما نصبتش ما نفهم شيء. ربط لك يديك وساقيك؟ ساقي سي عبد الرزاق في دار بتاع طوب نحن قبل عندنا ديار بتاع طوب معناها برشق ما عندناش معناها كيما تو مساكن ناس قبل تعيش هكاك نحي له حوايجي كما صغير كاين صغير جابته امه 14 سنه راك انت تفهم شويه حنان انت تعرف شويه وتفهم نفهم هكا ولا يعني شخص ربطك من سقيك ومن يديك وبدا خليني نقول يلامس فيك يحط في يده عليك هالسيد هذا ما فقتش انت ما حسيتش ما خفتش ما قلتلوش اش تعمل ما كلمتوش ما دزيتوش بساقيك المربوطه؟ لا دزيتو سي عبد الرزاق وما نجمش نتقوى عليه. عاش معناها مش كيقوتي. باهي الاعتداء تم مره او عديد المرات؟ لا مره سي عبد الرزاق. مره برك؟ مره برك. السؤال هو خلاك على الحاله هذيك ومشى؟ خلاني على الحاله هذيك ومشى سي عبد الرزاق. كيفاش حليت روحك؟ كيفاش قمت؟ حلتني بنت عمي. بنت عمك، حكيت لبنت عمك؟ أنا عيطت وكل شيء جت حلتني وهزتني بحدها، سطرتني وهزتني بحدها. كلمة العزوز جداتي لهنا كينا روحت لي غادي، جت باش تمشي لماي الحرس، قالوا لها لا تفضحينا وكل شيء لا ما تزيهاش. يعني أنت ما شكيتش بيه؟ لا لا سي عبد الرزاق، أنا شكيت لهنا لهنا. شكيت بيه يعني انت ما شكيتش بخالك اللي اغتصبك؟ لا سي عبد الرزاق علاش ما شكيتش؟ ما خلونيش. كيفاش ما خلوكش؟ ما خلونيش كنت تنجم تمشي وحدك. ما خلونيش نمشي نحن معناها في ريف بعيد علينا وكل شيء ما خلونيش نمشي. باهي قلت لي ما شكيتش ما خلوكش منعوك؟ لا منعوني سي عبد الرزاق. والام في بالها؟ امي الله يرحمها سي عبد الرزاق ما نعرفهاش بالكل امي. لا لا مامتك اللي ربيتك في بالها؟ في بالها سي عبد الرزاق. حكيت معاها انت؟ حكيت معاها سي عبد الرزاق. شنو حكيت معاها؟ اش قلت لها؟ قلت لها السبه فيها قالت لي انا ولدي ونعرفه. قالت لك ولدي ونعرفه، اش معناتها؟ معترفه؟ معترفه سي عبد الرزاق. تعرف ولدها ربما عمل حاجات كيما هكاك. قالت ولدي ونعرفه، نعرف صنعته خايبه. علاش ما عاونتكش باش تاخذ حقك؟ علاش ما مشيتش شكيت معاها؟ حبت تعاوني سي عبد الرزاق، جدتي معناها وصلت تصدمت اكثر مني. وما خلوهاش في صغارها، ما خلوهاش ولادها. أولادها ما خلوهاش؟ ولادها منعوها ما خلوهاش. بعد سي عبد الرزاق خلوني عندهم ثم كينا معناها منعوني نسرح معناها عندهم ما هويش نسرح بها بالعسان بكل شيء. خلوني وقت عمري 16 سنة عطوني لولد عمي. أعطاوك؟ عرسوا لي بولد عمي بكوش. بولد عمك؟ شكون اللي عرس لك هذا؟ مولاي خالاتي وخوالي وكل شيء. وين يمك؟ امي الله يرحمها سي عبد الرزاق ما نعرفهاش، بويا ماخذ مرأة أخرى، بويا عايش لهنا في تونس ما يسرش وما يقولش بنتي. بوك زاد ما يسرش وما يقولش بنتي سي عبد الرزاق. من اللي قداه عمرك؟ بويا خلاني من عمري 9 سنين عند جداتي، ما يسرش وما يقولش بنتي. ما يسرش عليك؟ لا. قداه عندك ما ريتوش؟ بويا سي عبد الرزاق عندي 15 سنة ما ريتوش. 15 سنة؟ 15 سنة ما شفتش بوك؟ لا سي عبد الرزاق. اللي هو بحذاك يسكن؟ لهنا في تونس سي عبد الرزاق بويا. هو في تونس وانت وين؟ انا في القصرين. في القصرين. كي تهبط لتونس ما تعداش لبوك؟ سي عبد الرزاق يعني عمي ماخذ خالتي غادي في القصرين وخذيت نمري التليفون وحبيت نجي معناها قلت له يا بابا راهو معناها الدنيا فيها موت حبيت معناها نقعد تعوض لي حنان الام تعوضني حنان كل شيء. قال لي تاخذ المترو وتجيني لهنا لتونس. خذيت المترو سي عبد الرزاق وجيت لهنا كينا لتونس اول مره انا تونس نهبط لها. ما عرضتش ليا وما تساقبنيش، رصت لي معناها ولاد الحلال باش يعطوني ركوب ويرجعوني. ما جاكش؟ ما جانيش. المحطة؟ ما جانيش. ومن وقتها انقطعت علاقتك بوك. من وقتها انقطعت علاقتي بوي. حنان محرومة من حنان. باهي عرست، قلت لي بهالراجل هذا، شنو قصتك مع الراجل اللي عرست بيه؟ بعد الاغتصاب عطاوك الولد عمي. ولد عمك؟ ولد عمي. ايوه ولد عمي سي عبد الرزاق، انا ظلمته. انت ظلمته؟ اي انا ظلمته. تعترف اللي انت ظلمته؟ نعترف سي عبد الرزاق انا ظلمته، حبلت منه. ايه جبت ولاد منه ونعامل فيه في معاملات خايبه، نحبه يبعد عليا. عليه؟ انا نحب. توا حبلت منه. حبلت وجبت منه ابن. جبت منه ابن. وتحبوا يبعد عليك عليه؟ تحبوا يبعد عليا. عليه؟ فسر لنا حنان. سي عبد الرزاق انا ما خذيتوش معناها على اساس، ما نجمش نفصل لك بالقدام، ما خذيتوش معناها مشني مرتاحه معاه. فسر لي على علاقتك، فسر لي. ما حبيتوش، مش مرتاحه معاه، ما انا نشوف روحي مانيش كندادي. مستانس بيه والعشره ما نجمتش يا عبد الرزاق. ما نجمتش، ما حبيتوش. ما حبيتوش، ما نجمتش. شنو كيفاش كانت معاملتك ليه؟ معاملتي سي عبد الرزاق عشنا غادي في فستان 3 شهور، وبعد حولنا لسوسه، هو يخدم وانا نخدم في دار، منظفه في دار، ويخدم وانا نخدم، شارط علي معناها نخلص الكرايه نصرف. اي فهمت. صارت العمليه هكاك، جبت الولاد، قام معايا على حكايه الولاد 2 شهر، وبعد كي طلقنا طلاق بالتراضي، كل حد مش على روحه. كل واحد مش على. صارت خلافات بيناتكم؟ ضربك؟ لا لا سي عبد الرزاق لا يضربني ولا يدور بيا ولا يكلمني، اني معناها انا هو معناها ندني معاه في العنف، ما نكذبش عليك سي عبد الرزاق. شو هو؟ معناها ندني معاه في العنف، لا ما نخلي معناها نقول حق على روحي. ثبت. تحب تقول لي انت تضرب فيه؟ تضرب في راجلك؟ مش حكيت معناها نضرب فيه سي عبد الرزاق، معناها نخلي حوايجه هكاك، ما نطيبش ليه ماكلته، ما ماكش مهتمه بيه. مشني مهتمه بيه. اي شنو اللي صار حنان؟ اي كمل. كل حد مشى على روحه، مشيت كملت نخدم في الديار، كبر ولدي عمره 6 سنين، تعبت في حياتي، معناها سكنت مع 32 عازب سي عبد الرزاق. اه سكنت مع 32 عازب، لما بيقبلني منهم. شنو سكنت معاه؟ سكنت مع 32 عازب. كي ضيقت بيت ديني وكل شيء، تعرفت على واحد مغادي من بلادنا من القصرين. اي مش من العزاب اللي ساكنين اللوطه تحت. من العزاب اللي ساكنين اللوطه سي عبد الرزاق. هي ما قول لي من العزاب اللي من العزاب اللي ساكنين اللوطه. مشيت لخالتي غادي كينا بحذايا في سوسه، خالتي نسكن معاك ونخلص معاك الكرا، وقتها مازالت كاريه هي، نخلص معاك الكرا وكل شيء. قالت لي لا، ما بدتش تقبل. ما قبلتش. ما قبلتش، ولات قلت مشيت شفت حياتي، كتبت هي الولايد باسمها. شنية؟ كتبت الولايد باسمها. ولدك انت؟ ولد الباكوش هذا كتبته هي باسمها، سبناته معناه. شو معناتها سلمت في ولدك؟ سبناته. ليه لا ما تقوليش سبناته؟ ما تمثلش عليا تو حنان. لا سي عبد الرزاق اخي تستبنى هكاك هي. لا لا ما ولا ما توافق انت. اي وافقتنا وافقت. اي فوالا انت سلمت في ولدك. انا وافقت له وقعدت معنا نجيه ونتفكر وكل شيء. انا نقول لك حاجه، مقواك يا حنان، مقواك يا حنان. لا سي عبد الرزاق مش مقويه. تسلم في ولدك وتعطيه لناس اخرى حنان. الشيرة ما يرحمش يا عبد الرزاق. ولا عاد ولدك يحافظ عليك. كي راوك بولدك الناس تحن عليك وتقف معاك وتعاونك، اما انت سلمت في ولدك. بالله نهار اللي مشيت تسلم كيفاش سلمت؟ تعطيني الناحيه القانونيه اش عملت؟ سي عبد الرزاق نهار اللي مشيت معناها رجل كيما يقولوا فيها، رجل لقدام ورجل للتالي. اما معناها سلمت فيه معناها خالتي وكل شيء، ما وهي تحب تعوض معناها ولدها، ولدها عمل اكسيدو كل شيء، تحب تعوض ولدها. اي كيفاش عملت لها وثيقه رسميه؟ عملت لها وثيقه عند محامي. عند محامي. ندمت؟ ندمت يا عبد الرزاق. ولدك بعيد عليه تقعد بالقضاء؟ ولدي تو الله يرحمه سي عبد الرزاق. توفى؟ توفى في 2014، غرق في البحر. غرق في البحر؟ سي عبد الرزاق حكيته للتو ماهيش مفهومه، في الشتاء كل شيء، قويه واحد قاوري معناها مرمي في البحر. يا شي دوخ. ما عندكش زهر حنان. سي عبد الرزاق قصتي كبيره ياسر، قصتي بالحق، قصتي تبكي الحجر، الحجر تبكاها. لو كان جيت متهني وجيت معناها لاقي صدير حنين وجيت لاقي بوي معناها يلفني بالكف وكل شيء ووجهني هذيك راهي ما تجيش هذيك راهي ما تجيش، معناها سي عبد الرزاق راني ما لقيتش. باهي حنان، قلت لي تعرفت على العازب اللي ساكن هاي شو اللي صار؟ روحت مع غادي للقصرين، بت مع امه غادي في القصرين، الصباح مشينا كملت اجراءات الصداق في حي النور. اي كتبت صداقي وروحت معاه معناها. كتبت الصداق؟ كتبت الصداق وروحت معاه. انت وياه تفاهمتوا؟ اي. كيفاش اقتنع بيك؟ وانت وراك هالوضعيات هذيا معناتها برشا مشاكل في حياتك. حكيت له كل شيء معناها قلت له راه صاير علي هكا وهكا 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 وقبل. حبك قال نعمل خير، انا قال في الدنيا ذي نحب نعمل خير. مانيش معناها قال نعمل خير قبل كل شيء. اي. كملت معاه نعيش معاه غادي في القصري. عرست. عرست. جبت منه زوز صغيرات. زوز صغار اخرين؟ زوز صغار. ايوا ولاو عندك ثلاثه تو حنان. عندي اربعه انا سي عبد الرزاق، زوز موت وزوز حي. جبت معاه كان معاملته معاك باهيه؟ كان معاملتك معاك باهيه؟ كان معاملته معايا بالقدا بالقدا سي عبد الرزاق. اي؟ من بعد كانت قلبت الغايه. كان؟ قلبت معناها كلموا فيه بنت خالاتي معناها صنعتها مشي باهيه، صنعتها هكا، صنعتها مشومه، صنعتها فهمت؟ تقلب علي ولا معناها بشكل اخر ولا في المخدرات ولا شو خليتك حكيوا له على حياتك صار فيها بما فيها حاله الاغتصاب اللي تعرضتها من خالك؟ لا حكيت له انا هذيك قبل معناها قبل كل شيء حكيت له انا عليها. حكيت صرحته عليها. بربي خالك هذايا ترى فيه تقابل انت وياه ساعات؟ سي عبد الرزاق خالي قابلني في موت ولدي لهنا في سوسة. اي؟ في موت ولدي وكل شيء وما حبيتش معناها سي عبد الرزاق ما نكذبش ما نطولهاش، حبيت معناها نطلع عليه بسكينه نطلع عليه باي حكايه ونعمل حبيت تقتله؟ حبيت نقتله. تنجم تقتله؟ نجم نقتله لهذه الساعه سي عبد الرزاق، لهذه الساعه قلبي معبي، لهذه الساعه خوالي الاثنين نحب نقتلهم انا. خوالك الاثنين؟ ما قال واحد يا بنت. نكمل لك الحكايه سي عبد الرزاق، لا مش مصدقه. باهي يعني راجع لك، خليني حاجه معناتها توا انت تحكي لي على خالك الاولاني هذا اللي اغتصبك انك انت قعدت حقد دفين عندك انت. قعدت حقد، وش خاصتي جا معناها الحقد والغصه اللي قعدت لي في قلبي معناها وصلت سي عبد الرزاق نهزك معناها العساس نتاع الجبان ونقول المخلوق هذا كيفاه، وصلت نجي ما بين القبوره ونرقد سي عبد الرزاق. علاه؟ وصلت مانيش في مخي مانيش وصلت كالمضبع نمشي سارحه سي عبد الرزاق، صدمه قويه مش سهله راهي. الاغتصاب اللي تعرضت له صدمه قويه؟ صدمه قويه برشا سي عبد الرزاق. اش خلفت لك حنان؟ شنو اللي خلفت لك؟ سي عبد الرزاق ما جاتنيش من واحد اخر راهي، جاتني من خالي. ما تجعكش من واحد اخر، جاتني من خالي، من خالي ومن اخويا في نفس الوقت. حنان معناتها حياتك من اولها على تعب. فقر، على احتياج، على اغتصاب. الفقر مش عيب يا سي عبد الرزاق، على اغتصاب، على ما لقيتش بوك، ولدك توفى صغير ضحيه هذاك ربما حياتك انت اللي القدر ما مشيش معاك معناتها فريمون معناتها حياه الى حد الان مازلنا ما سمعناش نصف القصه الاخرى. الى حد الان شيء تعب، شيء وقف المخ حنان. اتمنى انا تو معناها واحده من الناس نتمنى في الموت. كذبش عليك سي عبد الرزاق، نتمنى بالعقل نتمنى في الموت. علاه تتمنى الموت؟ نتمنى في الموت خاطر ما ريتش حتى حاجه باهيه في حياتي، ما ريتش لبست كيما نديتي ولا قرات كيما نديتي ولا شفت حاجه باهيه، ضحكتش ما ضحكتش لهذه الساعه تو انا عمري وجهك حزين 32 سنه ما ضحكتش ضحكه من قلبي، نتمنى نضحك ضحكه من قلبي. ما ضحكتهاش سي عبد الرزاق، ما ضحكتهاش. تحس روحك وحدك؟ تحس روحي وحدي سي عبد الرزاق. شكون اللي تحسه ظلمك في حياتك هو اللي كان سبب في هالوضعيه اللي انت فيها حاليا تو؟ سي عبد الرزاق نحكي لك خويا وفرحان اللي نجيتك معناها فرحانه بالحق اني تو معناها لام خوالي الاثنين. من؟ لام خوالي الاثنين هم معناها الحق. اش دخل الثاني؟ نحن نحكيو على سي عبد الرزاق قصة كبيرة طويلة ياسر. الثاني اش عمل لك؟ طويلة خالك الثاني شنو عمل؟ طويلة برشا. قصتي بالحق قصتي راهي طويلة ياسر. أمان أمان، مشيت معاك في شوية ماضي ما يسالش، فكرتك بشوية أحزان حنان الله غالب، ولكن ارجع لي حنان للسيد اللي تعرفت عليه وقلت لي كان معايا باهي وتفهم مشكلتي، من بعد شنو صار معاه؟ من بعد سي عبد الرزاق كل مرة يهبط عليه التليفون راي بها سايب عليك من نهاري كذا سايب عليك، فهمتني؟ مروا عيشتي مروا عيشتي، ما خلونيش نعيش مرتاح، فهمت؟ لهذه الساعة معناها، لهذه الساعة حماتي أم، ولهذه الساعة معناها تبكي عليا، توصل تضربني من لفتش لها، رفت تضرب في مصلحتي سي عبد الرزاق معناها، ماشي تكرهني ولا حاجة. والله غالب صار معاه يدخل يضرب يخرج يضرب، يضرب فيك؟ اي يدخل يضرب يخرج يضرب. هكاك من غير فما أسباب يعنف فيك عليها؟ يحب نخرج من الدار. حبك تخرج من الدار؟ حبني نخرج، قال لي تخرجي من الدار ونعطيك الفلوس، قلت له راه مش مهمة الفلوس، مهمة راهي صغاري، قال لي صغاري أنا ما نجمش نعطيهم لك خاطر ما عندكش مسكن قاهر باش تسكني به. معديين، قال لي صغاري ما نسلمش فيه، نعطيك الصغار. ماكم مع بعضكم أنتم عايشين؟ لا قال لي أنا عاد شكون في حياتي وراه يحب لا مني وراه كذا وكذا. معناتها راجلك عنده شكون؟ عنده شكون في حياته وحبله منه. وحبله منه. شنيا المشاكل هذه؟ تشنية هذا تشنية. وبالحق صحيحة الحكاية؟ صحيح سي عبد الرزاق وقتها نام. لقيتها المرأة الحبلة من راجلك هذه؟ لقيتها كانت خطيبته قبل نام، معناها كان متعرف عليها قبل نام. يا والله حالك. خذاها بربي بعدك أنت؟ خذاها سي عبد الرزاق تو عنده ولاد. خذاها المرأة هذيك؟ أي. وأولادك يعيشوا معاه؟ يعيشوا مع حماتي. ما باش تعطيهم لا 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 هو لا لي هو، يعيشوا عند امه. عند امه. وتزور اولادك انت؟ لا سي عبد الرزاق ما خلونيش. قد ايه عندك ولادك؟ سي عبد الرزاق انا يعني خشيت للحبس وقتها. حبس؟ اي خشيت للحبس يا عبد الرزاق. دخلت الحبس زادة حنان؟ الحبس يا عبد الرزاق. علاش قلت لك راهي قصتي مزالت طويله. يضر لي ريتك، انا مشيت صورت حبس منوبة ريتك. لما خشيت وانا نقول وين ريتك؟ ريتك قبل؟ قصرين سي عبد الرزاق. حبس مستير انت؟ قصري. القصري؟ علاش شديت الحبس حنان؟ سي عبد الرزاق انا خشيت للحبس في قصة خالي الثاني. خالك؟ خالي الثاني. احكي لي على خالك الثاني وكيفاش دخلت الحبس يا طفل. سي عبد الرزاق انا مع الراجل هذا معناها، مع الراجل اللي قلت لك جايبه منه صغار تو عنده، نمشي لدار خالي، اخر زلزال لي في الطلاق، مشيت لدار خالي وكل شيء. كان عامل في معامله بالقداك، بنت ليه هو معناها مرته هرب عليه لتونس، عامل في بالقدا وكل شيء، عنده صاحبه راجل كبير في العمر، قال بنية اختي اما خير برمه مغاتي ولا برمه عريانه. معناها شنو؟ ما خير برمه مغاتي ولا برمه عريانه، نحن نقولوا شنو خير برمة مغطية ولا برمة عريانة؟ عريانة اش معناتها؟ معناها وعندي صاحبي راجل كبير وكل شيء ويهنيك في حياتك وخوذيه وكل شيء، وفقت قال خير ما تبقي هاملة في الشوارع. هو يقصد البرمة العريانة هي أنت؟ أي أنت برمة مغطية عليها عريانة. لا قصده معناها بلاش راجل، بلاش راجل معناها تاخذي راجل يسترك وتستريه وكل شيء. وفقت سي عبد الرزاق. هذا الراجل الثالث راه تو يا حنان. شاورت يا حنان هذا الثالث راه. هذا الثالث باش نبداو واضحين يا حنان، ثلاثة رجال تو. مقواك يا حنان. شاورت العزوز جداتي قالت لبناتي برا نتهنى عليك ودمنا معيني، راهو لمن يقبلك لمن حتى باش يقبلوك تاخدمي وتجيبي لهم الفلوس وكهو. هاي؟ لمن معناها باش يقبلك بحنان كأم ليك، لا قالت لي أنا كبرت ما عادش نجم. هاي؟ خذيتوا الراجل هذا؟ عجبك لحدي سي عبد الرزاق، بقيت معاه هو كل مرة يرمي لي كلمة، مرة يقول لي نطلع لك باسبور، تمشي معايا للجزائر، تمشي معايا لليبان، نعيش كزوج ليك. شكون هو هذا؟ خالي، نضحك ونسكت من خالك مش الراجل. لا لا خالي. بدا يرمي لك في الكلام. بدا يرمي لي في الكلام. سي عبد الرزاق قال معناها نحب الجازوز ما نكذبش عليك، ولا يعمل لي في المنومات في الجازوز كلمة خضرة. شنية؟ يعمل لي في ينوم فيها في الجازوز. يحط حرابش في الجازوزه باش كي تشربها انت ما نمشي في عالم طرق، تمشي في عالم اخر، نمشي في عالم اخر. هذا خالك يعمل هكا، هذا خالك الثاني مش لو لا الثاني، ها نمشي في عالم اخر. عايش معايا شنيا؟ عايش معايا، عايش معايا كان مرا ليه كزوجه ليه. سي عبد الرزاق ديما نشوف الروح يرقد. لحظه 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 مان، لحظه خلينا نفهم. أما قاعدين تسمعوا قاعدين تسمعوا ماذا يحدث في المجتمع؟ أمان شيء دوخ. هالحربوشة اللي يحطها لك في الجازوز شو تحس؟ ما تقوليش ما نفيق بحد شيء. يا سي عبد الرزاق نجم تفيق. ما نفيق بشيء. ما تفيق بشيء. ديما نحس في روحي ديما نثاوب ديما راقدة. في الليلة ذيك بدلت الكاس يا عبد الرزاق. يا مهفة. وانا باش نسالك كيفاش عرفت؟ الكاس دورته عملت لي. كيفاش عملت له؟ دورته ترى وريني كيفاش دورته. قلت له يا خالي برا راني اليوم ماك تحب الكسره، عملت كسره في الفور. دورت الكاس اللي نشرب فيه عملته قدامه، هو عملت الكاس معناها قدامي، هو كشرب رقد. رقد هو. رقد هو. ايوه ما صار شيء رقد هو. مشيت للحاكم. نحب نفهم. يعني هذا خالك خالك؟ خالي خالي سي عبد الرزاق. ولولاني خالك خالك؟ يعلم ربي هكاك. راهو الناس باش تستغرب، راهو الناس باش تقعد دايخه، راهو الناس باش تتساءل. معناتها هذا الكل ما فماش قيم، ما فماش دين، ما فماش اخلاق، ما فماش تربيه، ما فما حد شيء هكا. زوز اخوال يقوموا بنفس الجرم معناتها. أخي الدنيا مسيبه، المجتمع مسيب. انت فين؟ انت هكا قلبت الكاس. تشبيك ما شكيتش بالاول وشكيت بالثاني وعملت كل شيء. مشيت وشكيت بهم، كيف شكيت بالثاني جبت الاول. صدعاهم وكل شيء. قالوا لهم لا راهي مريضه براسها وراها هزوها معناها لهنا للسبيطار تاع تونس وراهي براقه وكل شيء. وناس يا عبد الرزاق لا عديت ولا عملت اوراق ولا حتى شيء. قالوا مهبوله؟ قالوا مهبوله. تقلبوا علي سي عبد الرزاق، مشيت شكيت. اي مشيت قلت لهم راهو خالي هكا هكا هكا، راهو معناها بدلت ليه الكاس وراحوا تشوفوا كيفاه. مشيت معاه، طلعت معاه كربت الحرس. اي مشوا معاه الدار نتاعو وكل شيء، ما لقيناشو. ما لقيتوش قاعد، ما هو راقد، هو شربته المنوم. ما لقيناشو سي عبد الرزاق. ما لقيناشو. خرج. ما لقيناشو، الله اعلم بيه معناها كيفاه. ما لقيناشو في دارو. كي سهلوا الجيران وكل شيء قالوا لهم نسمعوا في السياح، نحن ما في بالنا حتى بشيء، في بالناش حتى بحكايه. تلبط منهم يجيبوا العزوز جداتي هذه، وقتها مازالت شد روحتها شوي. ما خلوهاش بناتها. ما خلوهاش. قالوا ما نبعثوهاش وقتها عند بنتها لهنا في سوسة. ما خلوهاش تجي. مشيت لعمليه كيكا جاهم. علاش شدوه؟ قلت لي شدوني. شدوني خاطر هما سي عبد الرزاق قالوا لهم لا راهي تقتل في صغارها. راهي قاتله صغارها. راهي قاتله 6 صغار. شنو؟ قالوا لهم التهمه اللي انت قتلت اولادك؟ لان معناها نجيب الصغار ونقتلها. حنان والحكايه ذي شنو ردك عليها انت؟ ردنا لها رب الحنان، هزيت عيني لربي وقلت له ربي هو اللي ظهر لي حقي. انت جبت 6 صغار كما قالوا هما؟ جبت؟ لا سي عبد الرزاق. قداش عندك من صغير حنان؟ انا عندي 2 حيين و3 موتى. 2 حيين؟ و3 موتى. و3 موتى كيفاش ماتوا؟ سي عبد الرزاق 2 ماتوا معناها، واحد ولدت بيه قبل شهر بقى لي 4 ايام في سبيطار القصرين ومات. اي واحد ولدت بيه في الدار ميت. ولدت وحدك؟ ولدت وحدي سي عبد الرزاق. شنو؟ ولدت بيه وحدي ميت. يا حنان عاودلي. يعني ولدت وحدك في الدار في العصر هذايا، مشيت ولدت وحدك؟ ولدت وحدي. علاش تشديت في الحبس؟ سي عبد الرزاق مو قالوا قتله صغار وكل شيء وهزوهم مقبره القصرنيه غادي كين، وخرجوا الصغيرات من التماكينه. فما تهزوهم هما وروهم القبوره وهزونينا. شنو عاودلي؟ هزوهم هما وروهم معناها القبوره نتاع الصغار. اي ومن بعد كان هزوني انا شوفوني انا معناها نوراهم القبوره صحاحه ولا نوراهم قبور اخرين. وريتهم القبوره رجعوا لي للجيو. اي الصباح طلعوا للتحقيق وكل شيء، طلعت معنا كرامه البلديه وكل شيء، هزوني معناها طلعوا الصغيرات هذاكم وعملوا لهم تحاليل. خرجوهم من القبر؟ خرجوهم سي عبد الرزاق، خرجوهم من القبور. يعني تحب تقول لي حنان لا 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 شنو الحكايه هذه؟ اولادي خرجوهم من القبر باش يحلوا باش يشوفوا يا هل ترى ماتوا موت طبيعي ولا انت قتلتوا. سي عبد الرزاق حسب الشكوى اللي تقدمت ضدك. حسب الشكوى اللي تقدمت ضدي مشيتنا نشكي وليتنا معناها هو اللي فصلتها وليت مطلوب. باهي خرجوا الوليدات الله يرحمهم خرجوا الوليدات عملوا لهم تحاليل قالوا لي لازمك معناها ما تطلعيش من السجن حتى تحضر التحاليل. بعد التحاليل صفاقس بعد كانوا قالوا لي لا التحاليل جت مخشوشه ولا كيفاه. شنو مخشوشه؟ التحاليل مش في طبيعتها انا عاودوا نبعثوها لفرنسا. هاي بعد التحاليل لفرنسا جت التحاليل حزمك لي ضرب في الحبس حزمك لي تهانه ضرب سي عبد الرزاق مش انا وقفوا. قد ايه عديت في السجن؟ عديت 8 شهور و4 ايام. 8 شهور و4 ايام بتهمة قتل ابنائك. 8 شهور و4 ايام. وكيفاش سايبوك اما؟ كي جت التحاليل وكل شيء تلفتت الملازمه حملتني كل شيء ووقفوا معايا وقفه بالقدا. اتضح شنو الاسباب الموت بتاعها؟ مش حنان معناتها مش الام قتلتها. لا موت ربي. طبيعي. موت ربي. كما حنان اللي مستغرب واللي مقلقني. واللي ما فهمتوش انك تحكي لي على مأساة كبيرة وعلى كبتك وعلى ابنائك ونحسك تحكي على واحد براني معناتها. لا سي عبد الرزاق لا سي عبد الرزاق نحكي على كبادي وكل شيء لكن انا ما شفتش الحنان عندي غصة في قلبي غصة جت اقوى من صغاري فهمت. يعني انت ما خديتش الحنان ما عطيتش الحنان. مش ما عطيتش سي عبد الرزاق ما عطيتش الابناء سي عبد الرزاق ما لقيتش كتف اللي ساندني للم صغاري نحضنهم ليا. هو الحقيقه اللي تعدى عليك راه مش شويه ما لقيتش خاطر الناس اللي تسمع فيك اليوم ما لقيتش باش يقول لك اللي تعدى عليك راهو حاجه كبيره ياسر مش اي مراه تتحمل اللي تعدى سجن اغتصاب أول اغتصاب ثاني موت الأطفال برشا حكايات. ها شكيت شي بخالك الثاني ها والصحيح شكيت بهم يا سي عبد الرزاق قلت لك شكيت بهم وجابوه بالمنوط وكل شيء وفرحت فاك اللحظة ذيك معناها الشطر بياكل فاي بالقصرين معناها الضرب بياكل فاي وتلفت زغرت كي مول المنوط في يديه قلت ما يسالش تعاود نشد الحبس وكل شيء ومعناه ونخرج تظهر براتي ونخرج وتفهمني الناس وكل شيء لكن هو شد الحبس منيته هو شد الحبس. هو وين تو؟ هو مسيب؟ هو لهنا في تونس يا عبد الرزاق. حنان باهي وصلنا للحبس ودخلت للسجن وخالك تسيب ما اللي شكيت به ما تبعوهوش عدليا هكا ولا لا؟ ما تبعوش سي بعد شنو صار؟ انا معناها مسايبه سراح مؤقت. مسايبيني سراح مؤقت. انت تو سراح مؤقت؟ سراح مؤقت. معناتها تنجم سامحني تنجم في اي وقت؟ سراح مؤقت. خايفه من الحبس مره اخرى. صحيح سي عبد الرزاق خايفه اما ما عامله حتى شيء. لو كان ظالمه وكل شيء ونستاهل. اما ما ظلمت حتى بشر يا عبد الرزاق. شكون توحشت؟ شكون حنان توا في اللحظه هذه شكون توحشت؟ شكون اللي توحشت وتحب تراه تو سي عبد الرزاق في اللحظه هذه توحشت صغاري توحشت جداتي. جداتك؟ جداتي اللي هم منعوني عليها اللي هم ربتني معناها من عمري عام. شنو تقول لها كان جات موجوده؟ شنو تقول لها؟ كان جات موجوده نقول لها سامحيني ميتي. خاطر تعبتها؟ خاطر تعبتها. سامحيني تعبتها في جرتي تعبت وما لقيت لي باش. قد ايه عندك مريت تقريبا؟ جدة عندي عليها بعد ما خرجت انا خرجت من الحبس تو عندي 9 شهور. ريتها مرة في دار خالتي فيها في سوسة بالدرج ورتها لي بنتها بالدرج على أمها. من الوقت هذاك؟ من الوقت هذاك. يلا حنان باش نعطيك برقيات اسئله برقيات وتقول لي كي نقول لك بوك اش تقول؟ صحيح سي عبد الرزاق باش نقول لك معناها قلبي اكحل عليه كل شيء اما نفرح. نفرح نشوف بوي. تفرح؟ نفرح رغم كل شيء رغم التخلي رغم كل شيء ما هو لولدي. هو قضايا زاد عندك ما ريتوش برشا؟ بويا ريتو عمر 16 سنه سي عبد الرزاق مازلت ما لبكوش. بالوقت هذاك بنفاسي معناها بولدي، ولدي عمره نهار ما ريتوش لهذه الساعه. تتمنى انك تراه ويقف معاك؟ نتمنى سي عبد الرزاق، نتمنى. باهي امك الله يرحمها سي عبد الرزاق، ما نعرفهاش ومن رافضت التصوير وساعات معناها كيما هكاك نشوف ظروف كيما هكا نقول لا. كان جات امك موجوده يصير فيك هكا؟ لا سي عبد الرزاق يستحيل مستحيل مستحيل مستحيل. خالك الاولاني اللي اغتصبك اش تقول؟ خالي الاولاني سي عبد الرزاق لو كان معناها ظل قدام قزرنا كامل يجي قدامي راني نقتلو. خليه بينه وبين مولاه، بينه وبين ربي، مادام ما شكيتش معاه به قانونيا ربي تو يحاسبه. طبعا هذا كله لو حسب اقوالك حنان اللي قلته. خالك الثاني اللي شرب فيك في الحربوشه وينوم فيك كما قلت انت وفي الاخر رقدته انت، اش تقول؟ نقول حسب الله ونعم الوكيل، تزعينا لربي ما فمش مقوى من ربي. وحنان اللي قدامي، حنان اللي مليئه حزن ومليئه شجن ومليئه مشاكل ومليئه تعب، وحنان اللي ما لقات حتى حد، وحنان اللي ما يسأل عليها حتى حد، تبات في الشارع، تبات بين القبورات، تبات في الجبانة، تبات في الترينو المكسر، تبات في التيجيام، تبات في ساحة برشلونة. حنان المرأة، حنان اللي تمنيت يكون عندها بو وأم، وكي تتفرج في التلفز وتشوف البنات وتخرج للشارع وترى البنيه وامها كيفاش يحكيوا مع بعضهم، كيفاش يقعدوا في قهوه مع بعضهم، كيفاش الام تنصح بنتها. حنان هذه وين؟ حنان هذه اش تقول لها؟ عييت يا عبد الرزاق نفرح نشوف بعض مع امها ماشيه ولا عايشه، نفرح نهار عيد، نهار معناها فرح، نهار ما نحبش نخرج من الدار، ما نحبش تشوف، لا ما نحبش والله يا حنان. والله 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 خذ مني، لو جيت أمك حية قسما بالله كان جيت أمك موجودة والله لا يصير فيك هذا، قسما بالله. اللي ماتت أمه تقصت الدنيا وجناحاته والعالم الكل يقف، وبرشا ناس ما تعرفش الحاجات هذيا. حنان أنا والله قلبي معاك، والبرنامج الكل قلبه معاك، والجمهور اللي موجود الكل معاك، نحبوا نعاونوك ونحبوا نقفوا لك ونحبوا نغيروا لك حياتك. نتمنى انا حتى باخطائك، راه نعرفك غلطت ونعرفك عملت هفوات، اما والله العظيم مالك الا ضحيه، مالك الا مراه، مالك الا وليه. ما غلطتش يا سي عبد الرزاق، حط روحك في بلاصي. انت عندك بنت ماك باش تضربها، باش توجهها، باش تدنا، لكن انا ما لقيتش كيفاه سي عبد الرزاق، ما لقيتش شكون يضربني ويضرب عليا، ما لقيتش. حنان اليوم، حنان فين؟ وين تعيش؟ شنو تعمل اليوم نحكي في الزمن هذا؟ اليوم فرحانه خاطر مرتاحه يا سي عبد الرزاق، اليوم معناها نشوف روحي مولوده من جديد بالحق. وين؟ في عندي ما نقلك تحكي؟ عندي ما نقلك. أنا مش نحكي على عندي ما نقلك، نحكي أنا حنان أنت في المدة الأخيرة هذية كيفاش تعيش؟ أمان كنت نعيش مع الرجل هذا، جابتني عنده صحفي وكل شيء، طلبت من ربي معناها ربي يعاوني وكل شيء، دابت عليه في ظروف قاسية برشا. نعيش مع اللي حبلة منه. اللي؟ حبلة منه، ناخذ حبلة في الشهر. أنت حبلة تو؟ أي حبلة في الشهر يا. أنت حبلة؟ أي. ها؟ هذايا مع عرسبيه ولا بلاش صداق؟ بلاش صداق سي عبد الرزاق. بلاش صداق. نفس الأخطاء. هل مستعد هو يكتب صداق؟ مستعد سي عبد الرزاق. مستعد؟ نكتبوا لكم صداق. مستعد والله هو أعلم به، هو قال مستعد، قال الصغير. أنت تحبه وتحب تعيش معاه؟ سي عبد الرزاق نحب نعيش معاه، معناها الواحد ما يبقاش في الشارع وما يبقاش. لا اعطيني جواب. اخزر حنان اعطيني جواب واحد. انت السيد هذاك اللي معاه بو الوليد اللي في كرشك تو، انت تحب تعيش معاه بصداق والا لا؟ نحب نعيش معاه بصداق. عندي ما نقول لك هذا باش يهبلني انا في عندي شهر في هذه تعبت انا بالحق، والله شهر تعبت. والله بالحق والله. شنو هذه عندي ما نقول لك هذا؟ شنو الحكايه هذه؟ والله العظيم كلها حكايات غريبه يا حنان. قلبي معاك والله بالحق والله، خليني خضرت شويه مساج، خضرت مع روحي والله قلبي معاك. يرحم والله، والله يحسبك، والله يدمروك، والله يعذبوك، والله حطموك بين ظفرين معاك. خذها بالكوتي ايجابي مش بالكوتي الخايب مني انا. معناتها بنيه صغيره شابه كيفك انت محلاك، معناتها كنت تنجم تكون ورده، كنت تنجم تكون حاجه صالحه في المجتمع. الوحوش، وحوش المجتمع اللي يعرضونا في الشارع وحتى موجودين معانا في البيئه اللي نعيشوا فيها، هم اللي حاولوك الى هذه الصوره التعبه وهذا الضعف وهذه المكانه اللي انت فيها، المكانه الهشه اللي انت فيها. بالحق الناس حاولوك الى هذا. اخطائك نعرف، نعرف اخطائك، ومش كان انت تغلط في الاخطاء هذه. برشا بنات يغلطوا في الاخطاء هذه ولكن ما يوصلوش للحاله نتاعك. انت وصلت للحاله هذه لانك لا عندك لا ام لا بو لا خو. انت وحدانيه كما يقولوا. انت وحدك في مجابهه قدر احمق كما يقول عبد الحليم. والله شكون استدعيت وعلاش استدعيته؟ استدعيت خالتي تشهد بشهاده حق. خالتك؟ باش تشهد شهاده حق. شهادة حق على الكلام اللي قلته لنا توا. على الكلام قلته. شكرا لك حبيبي. عاشق سي عبد الرزاق.